هناك موضة عند بعض المعالجين، وأقول موضة وعبرا على هذا الاسم، يعني يخرجون بألقاب مسميات بقى بلاستيك صبغة جديدة، يعني التكنيك ديالها باش تكون ديلبوز. يقول لك هناك فرق بين الرقية الكلامية والرقية الشفائية والرقية الصرعية والرقية الإخراجية، هذا كله لا يجوز لأن الرقية رقية واحدة. لكن أعطوا اسم للرقية الشفائية، نقرأ بنية الشفاء. لماذا؟ يعني لا نقرأ بنية صرع الجن، وجعلوا فرقا بين الصرع والشفاء. أقول كلنا نسير في طريق الشفاء، والصرع هو طريق خطوة من خطوات السير إلى الشفاء، فكيف لك أن تسير به إلى الشفاء إن لم يصرع؟ وأقول ليس شرطا، لكن في الغالب الصرع موجود. ولذا يقول لك مرض الصرع، بمعنى يتخبطه الجن، يسكنه الجن لكنه يختبئ، إما يصرعه فيجلي حقا فيصرعه، أو أما أنه صرع داخلي بتخبطات داخلية اعوجاجية في السلوك، في العقيدة، في الخير، في السير، في الزوج، فهو صرع لكن خفيف، صح أم لا؟ فكيف تقرأ عليه أنت بنيت أن لا يصرع؟ إذا أنت حتى إذا كاد أن يصرع غيرت الملح حتى لا يصرع، وهذا غش. فنحن نقرأ من أجل نجلي العدو، وفرق بين من يقرأ وهو يخفي العدو. وإذا كان العدو بدهائه يفهم وتسير عليه، سار معك في سيرك فلم يجلي شيئا، وأنت تعطي دعما نفسيا لصاحب البدن أن أثبت وليس عندك شيء، وهذا يسعد ما في البدن، فيخرج من البيت أو يخرج من القاعة وقد رأى شيئا من شرح الذي سوله أملى له وبينه وزينه ذاك العدو بالداخل، حتى يقول نعم نعم القاضي، وأنت لقد قلت لي بعد ما قال عندك وعندك، والدليل أني أرى الشرح في الصرع، ولكن شرحه من الشيطان. إن القوة في صرعه، إن القوة في اعترافه أو هدايته وإخراجه بإذن الله، فلكل شيء دلالات. ومن أراد فشل في هذه الخطوات وأراد أن يأتي بمسميات حتى يزين الباطل، فأبدا هذا لا يجوز. فيك جن فيك جن، فيك شيطان فيك شيطان فيك شيطان، فلا بد أن تشتهد معي في الأعراض، ثم تشتهد معي في السبل، ثم تجليه، ثم تسمع منه، ثم تهديه، أو ربما لا يريد إكراه، لكن يكون بعد ذلك خروج. مفهوم؟ هذه الحقيقة. أما أقرأ عليك، وهذا الغالب الذي يصلح الآن، أقرأ عليك بنية الشفاء، ولهذا يقول لك نحن لا يصرع عندنا، وأصبحت موضة جديدة خذوها معي هديه. يقول نتحطش، نتمنى أن نرى الحالة حقيقية، معظم الحالات هي وهمية، بمعنى يعني أصحاب خبرة وحنكة ويتمنوا أن يجدوا حال حقيقية، كل ما تأتي لي حال غير حقيقية. قل لي أنت لم تجدها، أنت لم تصرع، أنت لم تجتهد، أنت لم توفق، أنت لم تسير في هذا السير. هكذا لا تخادع عامة الناس اللي لا يفهمون إعلانه، لا تخادع الناس، إياك إياك، لأن يصنع هذا من يحاول أن يسعى في أن يزين سلعة وبضاعه. لكن الحقيقة الصرع موجود، والجن موجود، وتكلم الجن موجود، وخروجهم بإذن الله موجود، واعترافهم موجود، كما أن العين موجودة والحس موجود والسحر موجود والعشق موجود أيضا. هذه الحقيقة، دعونا من الكلام، هذه الحقيقة.